خلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا دينا شرف ونتعرف معها على احوال الطقس واسعار الذهب والقمر. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير يا جمانه. صباح الخير يا دينا. صباح الخير والسعاده والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. دلوقتي فعلا جه ميعادنا مع اخبار الاسعار صرف العملات الرسميه النهارده، وهنبدا معاكم من الدولار الامريكي. وبالنسبه لسعر البيع هو 24 جنيه 64 قرش، والشراء 24 جنيه 37 قرش، اليورو 24 جنيه 32 قرش للبيع و24 جنيه و23 قرش للشراء، الجنيه الاسترليني 27 جنيه 82 قرش للبيع، 27 جنيه 72 قرش للشراء، فرانك سويسري 24 جنيه 71 قرش للبيع، 24 جنيه 62 قرش للشراء، اليوان الصيني 3 جنيه 37 قرش للبيع، 3 جنيه 35 قرش للشراء، الريال السعودي 6 جنيه و50 قرش للبيع، 6 جنيه 48 قرش للشراء، الدينار الكويتي 79 جنيه و8 قروش للبيع و78 جنيه 77 قرش للشراء، واخيرا الدرهم الاماراتي 6 جنيه 65 قرش للبيع و6 جنيه 63 قرش للشراء. بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب النهاردة، عيار 18 سجل 1076 جنيه، عيار 21 سجل 1255 جنيه، عيار 24 سجل 1434 جنيه، وأخيراً جنيه الذهب وصل ل 10080 جنيه. أخذناكم كده في جولة عن طبعاً أسعار صرف العملات الرسمية النهاردة وكمان أسعار الذهب، وهرجع مرة تانية لجمانة. طيب قبل ما نرجع لجمانة ومصطفى، خلونا نستعرض معكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون خريفي معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بالليل هيكون مائل البرودة على أغلب الأنحاء. ووضحت الهيئة أن النهاردة في فرص سقوط أمطار خفيفة أو متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، في كمان فرص سقوط أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 25، وأعلى درجة حرارة هتكون في الوادي الجديد 30 درجة، وأقل درجة حرارة هتكون في كاترين 19 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.